هذه المسابقة يعني الحقيقة أنه جرت يعني في ظروف تنظيمية يعني محكمة، أيضا مقاييس علمية عالية يعني تشرف عليها لجنة علمية مكونة من خيرة قراء الجزائر في القراءات العشر في الرسم، أيضا ضمت إلى المسابقة مسابقة أخرى يعني نوعية وهي كتابة المصحف الشريف يعني ليضم القول إلى الرسم. فالحمد لله يعني المقاييس يعني كانت مرتفعة مما جعل المستوى مرتفعا، والاختيار بين الطلبة والطالبات يعني جزئيات وتفاصيل يعني يتقنها أهل الاختصاص. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المسابقة وختامها بوابة للانطلاق في القرآن أكثر وأكثر كحفظ كإتقان كإجازة وغيرها، لتحفظ القرآن ولتحفظ الجزائر بالقرآن لأنها بلد القرآن. الأمر مبشر بالخير أنها ستكون صرحا وقلعة من قلاع القرآن الكريم في الجزائر. نشكر القائمين على مسابقة الريان، هذه المسابقة في هذه الطبعة المتميزة انتظمت العديد من الفروع بداية من الصغار الذين حفظوا القرآن الكريم في فرع أقل من 15 سنة إلى فرع المتميزين الذين سبق لهم وأن فازوا في مسابقات وطنية أو دولية. وإذا كانت هذه الطبعة هي أو هذه المدرسة إن صح التعبير، هذه المدرسة راهي في عامها الثالث وعندها هذا النتاج وهذا الحصاد، فإننا نستبشر خير إن شاء الله تعالى في قابل السنوات وقابل الأعوام أن يكون عندها صدى كبير، وأن يكون عندها هذه المسابقة يكون عندها تأثير في 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 أو نقلة عن نوعية في نوعية الحفظ والأداء بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. وسنرى إن شاء الله تعالى من هؤلاء الطلبة من ينافس في المسابقات الدولية، لما لا. وأيضا ختم إجازة عند الشيخ حسين وعليلي في رواية ورش النافع. حصلت على المرتبة الثالثة في فرع حفظ القرآن كاملا بالتجويد دون 15 سنة، كما تحصلت العام الماضي على المرتبة الثانية في نفس الفرع 60 حزب التجويد دون 15 سنة. كانت النتائج متقاربة وكانت المسابقة صعبة. يا طالبة ريما بالله في المرتبة الأولى في فئة المتميزين. الحمد لله حضرنا اليوم هذا الحفل البهيج وهذا التكريم للمتسابقين والمتسابقات في مختلف مسابقات التي نظمتها مدرسة تاج الوقار التابعة لمسجد الطيب العقبي. كانت مسابقة فريدة في نوعها في الخط مع ضبط القرآن ورسمه، وشرف هذا الحفل مجموعة من المشايخ من العلماء من أولئك القراء وأولئك الذين جمعوا بين حفظ القرآن وإتقانه وكذلك بين التحكيم المتميز لأنهم أكثرهم من الحكام الدوليين. أعظم مشروع تقوم به في حياتك وهو مشروع لن يفشل أبدا وليس فيه خاسر هو أن تبدأ الخطوة الأولى في الاهتمام بكتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتفسيرا وعملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. وإن كتاب الله أوثق شافع وأقرب.